هنشوف مع بعض هلا السوليسيون الكنترول دو، ونركز مع بعض البارتيات اللي اكثر شيء كان فيها غلط بالديفوار. كنترول دو، السؤال الاول كان نومي شاكان دي كومبوزي سي دي سو، بدنا نسمي كل واحد من هدول كومبوزي. هيدا اول كومبوزي. بالبداية انا بدي اطلع على الجروب فونكسيونال سي او اش كاربوكسيل، يعني هيدا اسيد كاربوكسيليك. اسيد كاربوكسيليك اسمه لازم يبلش باسيد ويخلص بأوي. الترقيم بده يبلش من عند الجروب كاربوكسيل دايما. رقمنا 1 2 3 4 5، بنحوط 3 جروب فونكسيونال وبنشوف شو هن هدول. هي ميتيل سي اش 3 وهي ميتيل سي اش 3، بينما هي ايتيل. ميتيل وايتيل لازم بالاول نسمي الايتيل بعدين الميتيل. شو بيكون الاسم لعنده؟ اول شيء اسيد، تروا ايتيل، دو كاتر دي ميتيل، خمسة يعني بانتانويك. اكيد الاسامي مركزينه بمحلهم، اذا بعد عم تضيع فيهم الفيديوهات موجودة، فيكن ترجعوا تعيدوا الفيديوهات وتحلوا بايدكم. دايما ما تعتمدوا على الفهم، اعتمدوا على الحل. فاذا الاسم صار اسيد تروا ايتيل دو كاتر دي ميتيل بانتانويك. تاني كومبوزي هو هيدا. اول شيء نطلع على الجروب فونكسيونال. الجروب فونكسيونال سي او او سي او او سي او او هو جروب استير. استير بيتجزا اسمه لجزئين، الجزء اللي قبل السي دوبليزون او بيخلص بات، والجزء اللي بعد الاو بيخلص بايل. حنحوطهم تشوف مع بعض. هيدا اول جزء هو الجاي من الاسيد بيخلص بات، بنرقمه لهذا الجزء 1 2 3 4، والجزء اللي بعد الاو هيدا بيخلص بايل. الراميفيكاسيون ويني؟ ها هي ميتيل. شو بيكون اسمه؟ بيكون اسمه دو ميتيل بيتانوات ديتيل، مش ديتانويل. كنا عم نشوف كتير اجوبه ديتانويل، فاذا دو ميتيل بيتانوات ديتيل. اي غلط ترجعوا لفيديو الاستير ونجرب نراجع. اسمه بيكون مثل ما شايفين قدامنا دو ميتيل بيتانوات ديتيل. كومبوزي الثالث كان للاس في. هيدا الكومبوزي هيدا عنده جروب فونكسيونال سي او سي ال، هيدا كلورير داسيل. كلورير داسيل ببلش اسمه بكلورير وبيخلص بأويل. دايما الفامي بتذكرني بالتسمية اذا نسيتها. بيكون اسمه كلورير دو اربعة لينير بيتانويل. فاذا هذا الكومبوزي كلورير دو بيتانويل. اذا اخذنا هذا الكومبوزي، هذا الكومبوزي اول شيء نطلع على الجروب فونكسيونال سي دوبليزون او يلي هي جروب كربونيل. سي دوبليزون او جروب كربونيل، يعني هذا يا الديد يا سيتون. بس الجروب كربونيل ما معها اش، يعني هذا سيتون. سيتون اسمه بيخلص بأون. بدنا نبلش نرقم من الطرف القريب على الجروب كربونيل وننقي أطول شان. أكيد بعد كل شيء اشتغلناه على النوموكلاتير بأربع دروس، ما مفروض يكون عندنا مشكلة إنه نشوف أطول شان. هي هي، وأكيد بالديفوار بين كل الأجوبة صح. هيدي أطول شان. أكيد ما بلش من الطرف القريب على الميتيل، بدنا نبلش من الطرف القريب على الجروب كربونيل. إذا مشينا من هون 1 2 3 4 5 الكربونيل 5، بينما إذا أنا مشيت من هون 1 2 3 4، فإذا ترقيم من اليمين صار الميتيل على أي رقم؟ 2 4 6. الاسم بصير حوطناه للكربونيل بالأول 6 ميتيل أوكتان، لأنه 8 2 4 6 8 أوكتان 4 أون. 6 ميتيل أوكتان 4 أون. الكومبوزي الأخير هيدا، هيدا عنده جروب كربونيل سي دوبليزون أو على الطرف، يعني هيدا ألديد. الألديد اسمه بيخلص بآل، يعني هيدا الكومبوزي بيكون اسمه بيتانال. حنشوف مع بعض هلأ حل إكزرسيس 2. إكرير أن إتيليزان لي فورمول سيمي ديفلوبي لي إيكواسيون دي رياكسيون سي ديسو. أنتر البروبان دو أول إلى سيد بروبان. الكول واسيد تعطي استر معه،
نحن معودين اكثر نبلش بالاسيد، هذا الاسيد بروباميل، بروبان دو اول، هيدا هو، هيدي الاو اش بدها تروح لعند هيدي الاش بصيروا اش دوزو، وهيدي السي بدها تنوصل لهون، يعني بده يصير في عندي سي او سي سي سي. عم تلاحظوا انه هالطريقه صعبه بالشغل، وهيدا اللي كان عم يغلطنا نحن عم نكتب هي الاكواسيون. ابدا ما بشتغل بهالطريقه، بنقي طريق اهين بكتير. شرحناه هذا الطريق بدرس الاستير. انا ما بحط الاش هون، انا بحط الاش على السطر، يعني بخلي الكربوكسيل واش مقابل بعض. بعد ان اشخاص بحطوا الكربوكسيل على الشمال والايدروكسيل على اليمين، لا هي فاذا ما حكتبها هيك، هي حط الاش على السطر، واحد اثنين ثلاثة صارت بروباندول. هلا صار كتيبتها كتير هينه، او اش والاش صاروا عم يعملوا اش دوزو والباقيين مع بعضهم. هيدا الاستير يلي هني وصلتهم مع بعضهم، سي اش تروا سي اش دو سي او، اول منهم محوطين سي اش سي اش تروا سي اش تروا، صارت كتير هينه مع اش دوزو. اذا طلبوا اسمه دايما الجزء اللي قبل السي دوبليزون او بيخلص بات، والبعد الاو بيقيل، بيكون اسمه بروبانوات، بروبانوات دو ان ميتيل ايتيل. فاذا الاسم على طول حتى لو منه مطلوب الاسم، جربوا تمرنوا عليهم تتمكنوا منهم اكثر. الاسم هو بروبانوات دو ان ميتيل ايتيل. لا ديزيدروجيناسيون دي بروبان اول، بدي اتذكر بروبان اول الكول، والالكول اصلا ماني درست ولا ايكواسيون الا منا اوكسيداسيون، يعني دارسين بس الاوكسيداسيون، معناتها هيدي اوكسيداسيون. الاوكسيداسيون للالكول بريمير بتعطي يا الديد يا اسيد، بس هي ديزيدروجيناسيون بس بتعطي الديد، وهي ديزيدروجيناسيون بتعطي اشتو، صارت كتير هيني. بروبان اول هيدا بروبان اول. اوكسيداسيون بده يعطي الديد، مرتله هو ذاته، بس محل الايدروكسيل بنحط كربونيل، بتعطي هيدا بروبانال، وهي ديزيدروجيناسيون يعني مع اشتو. خلصت الاكواسيون. رح نشوف ثالث اكواسيون مطلوبه مني. Oxydation du butanal par les ions dichromate Cr2O7-, en milieu acide. بدنا نعمل oxydation للبيتانال بميليو اسيد. مثل ما شرحنا كذا مرة، ما ببلش بالبيتانال، ببلش بالفورميل جنرال. Cr2O7-, إذا عمل oxydation بده يعطي 2 Cr3+. 7O بدنا نزيد هون 6H2O. منا عم نفصل كتير لأنه صارت كتير مشغولة. 14H بدنا نزيد هون 14H بلس، الشارج بصير 14 بلس و 2 موا يعني 12 بلس، هون في 2 فوا 3 6 بلس. شو بنزيد؟ بنزيد هون 6 الكترون، تيصير عندي 6 موا و 2 موا 8 موا و 14 بلس، صار عندي 12 بلس، وهون في عندي 12 بلس. البيتانال مثل ما كنا عم نحكي بدنا نشتغلها فورميل جنرال لأكثر من سبب. فورميل جنرال ما بضطر عد اربع كربون كل واحد بدي عد له كل الهيدروجين اللي عليه. الفورميل جنرال انا بالدرس معود عليها، يعني انا وعم بدرس تعودت اكتبها على الفورميل جنرال. بيتانال ار سي او اش اذا عمل اوكسيداسيون بده يعطي اسيد كربوكسيليك. نحن بنعرف الكول بيعمل اوكسيداسيون لالديد او لاسيد، الالديد اذا عمل اوكسيداسيون بده يعطي اسيد كربوكسيليك، شفناها هيدي بالفيديو تبع الكور وبالميتينج. هيدي الالديد عم تعطي اسيد كربوكسيليك. نبلش نعمل اكيليبل، ار بار مضبوطه، او هون في 2 او، بنزيد اش دوزو، اتفقنا بحق لي زيد شغلتين، اش بلس لانه ميليو اسيد، واش دوزو لانه سوليسيون اكوز. فاذا هون او ما بحق لي زيد او دو اكيد بصير اسمها اوكسيداسيون بار لوكسيجين. هون في 2 او، هون في او وحده، بنزيد اش دوزو. الاش صاروا 2 و1 3، هون في اش 1 تيصيروا 3، بنزيد 2 اش بلس. بنتذكر دائما انه هي يا 2 اش بلس بلس 2 الكترون، يا 4 اش بلس بلس 4 الكترون لحتى ما نضيع بالعد. صار في عندنا 2 بلس، هون ما في شارج، بنزيد هون 2 الكترون. تنحصل على الايكواسيون بيلون، فوق في 6 الكترون، تحت في 2، تحت بضربها بتروح. الأولي بنسخها مثل ما هي، ما غيرت فيها شيء. سعر دو أو سعر دو موا مع 14 أش بلس مع 6 إلكترون، دو سعر 3 بلس مع 6 أش بلس.
تاني بتصير تروا ار سي اش او كلهم بدهم يضربوا بتروا مع تروا اش دوزو لكويني دون تروا ار سي او اش مع تروا فوا دو سيس اش بلس مع سيس الكترون تنحصل على الاكواسيون بيلون نجمعهم مع بعض يصير عندي CR2 OC2- مع 3 RCHO لكويني H بلس 14 بده يروح منها 6 اتفقنا الفلاش عم تعامل معه كأنه إيجال 14 بيروح 6 تفضل ويت ال H2O هون في 3 هون في 7 تفضل 4 بعد الفلاش 2 CR3 بلس 3 RCH خلصت هلا انتو بالمسابقة أكيد هون فيكم تنقلوها بتنل انتو عم تجمعوا هون فيكم تنقلوها بتنل حانسخ نفسه بس محل ال RCHO بنحط بيتانال CR2 OC2- مع 3 بيتانال مع 8 H بلس تعطينا 2 CR3 بلس مع 3 4 كربون COH محل الأكربونيل بصير فيه كربوكسيل هيك نحن درسنا الأكسيداسيون مع مثل ما نحن شايفين فوق 4 H بلس حننتقل مع بعض للإكزرسيس الثالث L'analyse d'un monoalcool à chaîne saturée et non cyclique montre que le pourcentage en masse de l'oxygène est égal à 26,67. Tafakna chou yani monoalcool fiya OH wahdi. À chaîne carbonée saturée, yani kille liaison ben le carbone, yani liaison covalente simple. Okay? Non cyclique, mabtamou le cycle. Bitbayen anou le pourcentage en masse de l'oxygène hayi 26,67. عطينا دوني ماس مولير عطينا يهون بارتي الأولي مونتري كي لا فورميل دي ا اي سي 3 اش 8 او كان في شوية أغلاط هون كان في شوية أغلاط هون نحن مفروض نعرف انه اذا انا بعرف الفامي اي بورسنتاج من اي نوع بتكفي تجيب الفورميل يعني هيدا مونو الكول عشان ساتوري نون سيكلي سي ان اش 2 ان بلس 2 او إذا استعملتوا البورسنتاج بتقدروا تجيبوا الفورميل. طيب شو بدنا نقول لهم هون؟ هيدي ضروري تنقال سيتا مونو الكول ساتوري انون سيكليك دونك لا فورميل جنرال اي سي ان اش 2 بلس 2 او. طيب شو صارت البورسنتاج للاكسجين؟ بورسنتاج ماسيك اون اكسجين 100 فوا ماس الاكسجين على ماس توتال ايجال 100 فوا الماس الاكسجين ما في غير واحد 16 على الماس توتال n فوا 12 بلس 2n بلس 2 بلس 16 n فوا 12 يعني 12n بلس 2n 14n بلس 2 بلس 16 14n بلس 18 ما في ضروره نروح للوادي بروبورسيون ديفيني ولا لاي محل تاني كفورميل جنرال حارجع اذكرهم الكول وايتر سي ان اش 2 بلس 2 او بيعملوا بين بعض ايزومير دي فونكسيون الديد وسيتون سي ان اش 2 ان او بيعملوا بين بعض ايزومير دي فونكسيون اسيد كربوكسيليك واستر سي ان اش 2 ان او 2 الاسيد كربوكسيليك والاستر بيعملوا ايزومير دي فونكسيون هدول ما بدي انساهم ابدا اكيد صارت مساله كالكول بنجيب الان تطلع طرق اكري لي فورميل سيمي ديفلوبي دي ايزومير بوسيبل دي شو لازم يكونوا الايزومير بالاجمال اغلب الاجوبه صح ما عدا اللي ناسي الايثر سي ان اش 2 ان بلس 2 او مش بس الكول بفي يكون ايثر فاذا نحن عندنا بروبان اول هيدا الكول بريمير لانه الكربون اللي عليه او اش موصول على جروب الكيل واحد بروبان دو اول الكول سيكوندير لانه الكربون اللي عليه او اش موصول على اثنين جروب الكيل وعندي هيدا الإيتر R O R بريم ما بنسى إنه الإيتر R O R بريم هيدا أم ميتوكسي إيتا بارتي 3 عم بيقول لي الأكسيداسيون ميناجي تي أب بار إن سوليسيون ديكرومات دي بوتاسيوم الأ يلي هو يا الكول يا إيتر عمل الأكسيداسيون بالديكرومات كوندوي عن كومبوزي بي وعطاني كومبوزي بي دون أن تيست بوزيتيف يعني عطى تيست بوزيتيف مع دي أم بي أش أن تيست نيجاتيف avec la liqueur de Fehling H. Identifier BR. Pas d'intérêt acteur parti qui a fait à l'autre hier.
اول شيء خلينا نذكر شو يعني تيست بوزيتيف افيك لي دي ام بي اتش. تيست بوزيتيف افيك لي دي ام بي اتش يعني دون ام بريسيبيتي جون اورانج. الدي ام بي اتش هي بروبريتي كومين بتميز الالدهيد والسيتون، لانه اخذنا الهيدروجين وسلفيد دو صوديوم والالدهيد والسيتون دون دي كريستو بلون. الدي ام بي اتش ليزالدهيد اليستون دون ام بريسيبيتي جون اورانج، والهيدروجيناسيون الالدهيد بيعطي الكول بريمير، السيتون بيعطي الكول سيكوندير. بروبريتي ديستينكت هني كلهم بيزبطوا مع الالدهيد، كانوا اربعه. مع اول وحده شفناها مع سي ار دو او سي دو موان، الالدهيد بتعطي سي ار 3 بلس فير سيتون با دي رياكسيون. تاني وحده مع رياكتيف دي تولينز، الالدهيد بتعطي ميروار دارجون سيتون با دي رياكسيون. تالت وحده شو شفناها هي كانت مع لوكور دو فيلينغ، الالدهيد بتعطي بريسيبيتي روج بريك سيتون با دي رياكسيون. ورابع وحده شيف الالدهيد بيعطي روز، بينما السيتون بادر يعني. هون بدنا نركز تلف بريسيبيتي مش كولر جون اورانج مع دي ام بي اش. معناتها بيت فاعل مع الدي ام بي اش هو يا الديد يا سيتون، ما بكفي مثل ما انتم عملتوا تنقلوا هدول وتقولوا هيدا سيتون، لا. اول شيء بدنا نقول لهم بي رياجي افيك لي دي ام بي اش، دونك سيت ان كومبوزي كربونيلي بين الهيلين الديد وسيتون. طيب كملنا، بي ني رياجي با افيك لا لوكور دو فيلينغ، ما تفاعل مع لوكور دو فيلينغ، دونك سي نبا عن الديد، معناتها هذا منو الديد. طب هو يا الديد يا سيتون، ومنو الديد نتذكر سيتين سيتون. اوكي، معناتها البي هو سيتون. طب اذا البي سيتون مين اللي بيعطي سيتون؟ نحن نعرف الكول بريمير بيعطي يا الديد يا اسيد، سيكوندير بيعطي سيتون، تيرسيير ما بيعطي رياكسيون. نستنتج بويسكي ا سوبي لوكسيداسيون اي دون ان سيتون، دونك ا ايت ان الكول سيكوندير. خلصت هون؟ لا، في اسم وقف هون، لأنه أنا أصلا ما جاوبت. شو السؤال؟ السؤال هو إيدنتيفيي بي إي آ. إيدنتيفيي يعني بدهم الفورميول ستركتيرال، يعني يا ديفلوبي يا سيمي ديفلوبي مع الاسم. فإذا أنا ما خلص جوابي هون، بعد بدي أكتب لهم الفورميول ديفلوبي أو سيمي ديفلوبي والاسم. طيب الأ الكول سيكوندير سي 3 أشويتو، شفنا أنه ما في غير احتمال واحد هو أنه يكون بروباندول. هيدا الأ بروباندول اسمه. مين بيكون البي؟ هيدا إذا عمل أوكسيداسيون محل الـ OH بنحده باليازون O، معناتها هو ذاته بي إتون سيتون كي بوسيد لا ميم شين كربوني، نقلته هو ذاته حتى الدوبل يازون، بيكون البي هو بروباندول. هيك أنا قدرت جاوب على السؤال، بكون تنتبهوا مظبوط هيك نوع من الأسئلة شو مفروض نكتب. بارتي 4، écrire en utilisant les formules semi-développées l'équation de la réaction qui se déroule. يعني بدي اكتب الرياكسيون بين الA يلي هو propandiol مع CR2O7. بنبلش مثل ما احنا معودين بالفورميل جنرال propandiol، إذا عمل أوكسيداسيون محل الـ OH بصير في دوبل ليزون، C ب C، R ب R، R1 ب R1، O ب O، بس هون في 2H بنزيد 2H بلس بلس 2 إلكترون. CR2O7 عم تعطي 2CR3 بلس 7O، هون بدنا نزيد 7H2O، صاروا 14H، بنزيد هون 14H بلس، هون في 2 فوا 3 6 بلس، هون 14 موان 2 12 بلس، بدنا نزيد 6 الكترون. تنحصل على الإيكواسيون بلون فوق بنضرب ب 3، بتصير 3RCHOHR1 دون 3 RC double liaison OR1 مع 2 x 3 6 H plus plus 6 إلكترون. بدي نبه ما تستعجلوا وتجمعوهم بلا ما تنقلوا، عم بيكون في كتير شغل هيك وعم بتغلطوا الإكواسيون، يا غلط يا صح. تانية مثل ما هي بجمعهم. هلا خلال الجمع ما بقى حط هيدا، بحط propandiol CR2O7 مع 3 propandiol الH plus، عندنا هون 14 بده يروح 6، بفضل ويت اش بلس بتعطي 3، هيدي بنحط محله اش دوبل ليزون اللي هو بي بروبانون مع 2 سي ار 3 بلس مع 7 اش 2. اون في رياجير 0.2 مول دي ار اللي هو بروبان دو اول افيك 0.2 مول داسيد ايثانويك، فاذا حطينا بروبان دو اول مع اسيد ايثانويك اون بريزونس داسيد سلفوريك كونسنتري، طبعا هي استريفيكاسيون، والاسيد سلفوريك هو كاتاليزر. Le nombre de moles formés à l'équilibre est 0,12.
السؤال الأول اكري الإكواسيون دي لا رياكسيون، بدي اكتب الإكواسيون اللي عم بتصير. معود ببلش بالأسيد والألكول، إذا حطينا الألكول هيك مثل ما شرحنا قبل شوي بصير OH OH H2O، هيدي الـ O بدها تيجي لهون، يعني بصير عندي O CH CH3 CH3. لاحظين لبكة كبيرة، واللي كتب هيك أغلبيتهم جاوبوا غلط، لأنه حط O CH2 CH2 CH3، فالشي غلط. طب كيف المفروض اشتغل؟ نحن شرحنا كتير منيح انه الجروب فونكسيونال كربوكسيل وايدروكسيل بخليهم مقابل بعض، البروباندول بدل ما بكتبها هيك بحط الاو اش على السطر. كيف؟ حيطه وكتبتها هيك، هيدي بروباندول 1 2 3 هون في او اش. طبعا الاو اش والاش عم بتصير اش دو زو، عطتنا سي اش 3 سي او او سي اش سي اش 3 سي اش 3 مع اش دو زو. إذا بدنا نسميه هذا إيثانوات دو أن ميتيل إيتيل، عطوا لما بتشوفوا كومبوزي سموه تتعودوا أكثر على الأسين. كالكولي لو روندومون دو سيت رياكسيون. شو يعني روندومون؟ كثير هينة. طلقت من 0.2 ب 0.2 الأ والبي، لو كان التوتال على قد إيه كان لازم يتألف برودوي. نحن بنعرف إنه بالرياكسيون توتال البرودوي بيحددوا الرياكتيف ليميتون، معناتها لازم نجيب الرياكتيف ليميتون، والرياكتيف ليميتون ما بحط رياجي بحط إنيسيال. كيف جيب الرياكتيف ليميتون؟ قلنا دابري لي كوفيسيون ستوكيوميتريك. الرابور للـ A إيجال N للـ A إنيسيال على الكوفيسيون A، يعني 0.2. الرابور للـ B N للـ B إنيسيال على A 0.2. عم نشوف إنه الرابور للـ A قد الرابور للـ B، دونك سيت أن ميلونج ستوكيوميتريك. إذا كانوا ميلونج ستوكيوميتريك بنستعمل يا الـ A ويا الـ B تنجيب الـ N تيوريك سي لا رياكسيون إي توتال. سي لا رياكسيون إي توتال N للإستير تيوريك قد الـ N لواحد منهم إنيسيال لأنه الكوفيسيون 1 ب 1 بتطلع 0.2. الآن أوبتوني هن عطيني إياها 0.12، صار فينا نجيب الراندومون هي 100 فوا إن أوبتوني، حصلت على 0.12. لو كان التوتال كان لازم نحصل على 0.2. 100 فوا إن أوبتوني على إن تيوريك سي لا رياكسيون إي توتال، الإن تيوريك سي لا رياكسيون إي توتال 0.2 والإن أوبتوني 0.12، نحصل على راندومون 60%. هدول اللي هون عليهم علامات عم شوف كتير اختصار كان بالديفور.